تواجدوا الآن في مكتب الأستاذ الوادي سفيان محامي لهيئة الدار البيضاء. طبعا أستاذ أمامك واحد مجموعة الأسئلة يطرحها بعض القراء، بغينا إذا كان ممكن تجاوبنا على كل الأسئلة اللي كتواجد أمامك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. بمناسبة بعد المناسبة بين 12 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، بخصوص ما يخص السؤال الأول اللي تقول السيدة بأن كاين واحد الزوج رفع دعوى على الزوجة اللي هو الوالدة الزوجية، وهي في مقابل رفعت دعوى ديال النفقة، هو كيتوفر على محضر ديال الامتناع عن الربيع الزوجية وفق ما هو ثابت من خلال محضر المقوض ديال السيد المقوض القضائي. تقول ما موقف القانون هذه النزلة، خصوصا هذه النزلة هذه مادام ان كاين محضر ديال الرجوع ديال الامتناع ديالها رجوع البيت الزوجية، فإن هي تعتبر بمثابة النجد وبالتالي تسقط النفقة ديالها. ولي تأكدوا المشرع المغربي في المادة 195 من مدونة الأسرة. هذا هو فيما يخص الجواب ديال هذه النزلة. تقول السيدة طرح السؤال ولا السيدة طرح السؤال، تقول كيف تتم مراجعة النفقة وفق التشريع المغربي؟ فاش ترجع القانون المغربي المادة 192 من مدونة الأسرة، تقول بأنه لا يقبل الزيادة أو النقصان في النفقة إلا بعد انقضاء مدة سنة. الزيادة المراجعة باش نقول المراجعة هي إما نزيدو ولا نقصو. هنا فاش نقول نزيدو ولا نقصو خصنا ديما ندليو المحكمة القضاء بما يفيد سواء العسر ديال المطلوب بالضبط او المطالب بهذيك النفقه او الاغتناء ديالو. دونك المساله كتلعب على وسائل الاثبات باش غادي نتبتوا ان هذاك السيد مؤثر. بعض المرات يكون الزوج هو اللي طلب التخفيض من النفقه، وفي هذه الحاله خصو يبين بما يفيد بانه الاعصار ديالو يعني كان خدام ولا ما بقاش خدام، كان عنده شركات ما بقاوش عنده، ولا الدخول ديالو نقص وهكذا دوليك. بالنسبة للزيادة للزوجة، غالبا الزوجة هي اللي تلجأ للمحكمة باش تطالب الزوج بالزيادة في النفقة من بعد آخر حكم قرار سينا في إقدام هذيك النفقة ديالها. خاصها تدلي المحكمة بما يفيد بأن الاغتناء ديال هاد السيد، يعني سواء كان عنده عقارات ولا عنده شركات وهكذا. دونك هذا هو الجواب ديال السؤال الثاني. فيما يخص السؤال الثالث ديال السيدة، تقول لك تيقول السؤال اللي كيقول مطلقة ولا ابنة وفي الأشهر الأخيرة تزوجت، مما أدى إلى مطالبة طريقها ببنتها، ما موقف القانون المغربي من هذه النزلة؟ أول حاجة، أول ملاحظة يمكن أن نقول هذا السؤال هو أن السؤال ما واضحش، قاش قالت هنا ابنة ما قلناش السن ديالها وفي الأشهر الأخيرة. بصفة عامة يمكن أن نقول بأن إذا رجعنا للمدونة الأسرة تلقاو المادة 195 تقول أن الزوجة المطلقة اللي تزوجت أو الحاضنة في حال الزواج ديالها خص الحاضنة ديال الإبنة ديالها ما كتسقطش إلا كانت هذيك البنية عندها أقل من 7 سنين، أو بصريح النص تقول إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز 7 سنوات، يعني إذا كانت الذرية أو الوليد البنية من العمر ديالو ما تيتجاوز 7 سنين فالحضانة ديال الأم ما كتسقطش في الحالة هذه. وشكرا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تابوناو معنا فلاشين ميديا لايف على اليوتيوب، وتبرتجوا الفيديو مع صحابكم وديروا جيم، وما فيها بس إذا خليتي وشي تعليق تعبروا فيه على آرائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.